لمناسبة الذكرى 33 للمجزرة البربرية الوحشية التي ارتكبها الغزاة الصهاينة وعملاؤهم في ميليشيا القوات اللبنانية ضد أبناء مخيمي صبرا وشاتيلة من الفلسطينيين واللبنانيين، قام وفد من فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد برئاسة مدير عمليات الفوج عبد الحليم عنتر بزيارة أضرحة شهداء مجازر صبرا وشاتيلة في بيروت، وكان في استقبالهم مسؤولو الفصائل الفلسطينية في المخيمات. المشاركون قرأوا الفاتحة عن أرواح شهداء المجزرة ووضعوا إكليلا من الزهر على نصب الشهداء، وكانت كلمة باسم الفوج ألقاها عبد الحليم عنتر: أن نواصل الكفاح والمقاومة في وجه الاحتلال الغاصب، وتحية الشهيد كي تكون مقبولة عنده هي في أن نستمر في حمل المشعل ونكمل مسيرة التصدي وأن لا نترك السلاح. مجزرة صبرا وشتيلة هي شاهدة على بربرية العدو الصهيوني يلعق دم العربي عبر مذابحه التي لا تعد ولا تحصى ولا يرتوي. مجازر ومذابح يند لها جبين الإنسانية والمجتمع الدولي المتواطئ، لكنها فلسطين التي نفديها بالمهج والأرواح. إن هذه المقبرة التي تحتضن جثامين الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين لهي تأكيد على وحدة الدم والمصير والمسار. إن نضالنا سيستمر حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، الذي تتعرض اليوم لمؤامرة التهويد وحيث تستباح المقدسات الإسلامية والمسيحية. إن مؤسستنا تعتز بأنها تحمل اسم المناضل الكبير في أمتنا هو الشهيد معروف سعد، الذي وعى باكرا لخطر المشروع الصهيوني على فلسطين وأمتنا العربية، فقاد الشباب اللبناني للقتال على هضاب وأرض فلسطين عامي 36 و48. وإن من وحي وتعاليم هذا القائد نؤكد أننا ملتزمون خيار المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير الشامل. ونؤكد أيضا على ما قاله رمز المقاومة الوطنية المناضل مصطفى سعد بأن حماية الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان هي أمانة في أعناقنا، وسنحمي المخيمات الفلسطينية بأشفار العيون. وهنا نطالب الدولة اللبنانية بوقف ممارسات العنصرية التي تطال أبناء المخيمات، ومن هنا المعيب حرمان الشعب الفلسطيني حقوقا اجتماعية وإنسانية. في ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، تحية للشهداء الأبرار، وعاش تلاحم الوطني اللبناني الفلسطيني.